أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الاحتفال بذكرى تعويم السفينة إيفر جيفن هو رمز على قدرة المصري في مواجهة الشدائد وتماسكه أمام الأزمات والمحن، كما أشاد الفريق ربيع بالمساندة الكاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وإنما يعد هذا اليوم رمز على قدرة الإنسان المصري في مواجهة الشدائد وتماسكه أمام الأزمات والمحن تلك التي تتفوق بامتياز في تحويلها بعون الله إلى انتصارات وإنجازات. أما ونحن نسترجع معا هذه اللحظات الفارقة والتي كان يشهدها العالم أجمع، ما بين مساند لجهودنا وبين متأمل فيما يمكن أن تسفر عنه أزمة إغلاق أهم شريان ملاحي وتجاري عالمي، وبين متربص لإصدار أحكام قد تكون قاسية على كيفية إدارة هيئة قناة السويس ومن خلفها الدولة المصرية للأزمة. ونحن نسترجع ما حدث على مدار 6 أيام، لابد من كلمة للحقيقة والتاريخ أجدها ويجدها كل منصف مفتاحاً للتفوق والنجاح والأداء المبهر لأبطال القناة خلال جهود تعويم السفينة الجانحة، ألا وهي المساندة الكاملة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الدولة حريصة على حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية، وقد أصبحت تحقق حالياً الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وهذا بالإضافة إلى أن الدولة لديها رؤية مستقبلية واستثمارات واعدة في هذا المجال من خلال تخصيص مناطق لإقامة مشروعات ضخمة في الثروة الداجنة. هذا وقد أشار الوزير خلال اجتماعه مع اتحاد منتجي الدواجن إلى أنه في ظل ظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف، فإن الدولة تسعى لتحقيق زيادة الإنتاج المحلي من كافة المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية خاصة صناعة الدواجن. هذا وأضاف القصير أن الوزارة تسعى لتشجيع المزارع على زراعة محصول الذرة في الموسم القادم، وذلك عن طريق الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للفلاح سعرا عادلا، كما تضمن توافر المحصول لمصانع الأعلاف. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وقد ارتفع رأس المال السوقي ب6,800,000,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 731 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إيجيكس 30 بما نسبته 1.36% ليغلق عند مستوى 11,393 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 36% ليغلق عند مستوى 1,928 نقطة. هذا بالإضافة إلى صعود مؤشر إيجيكس 100 متساوي الأوزان بما نسبته 72% ليغلق عند مستوى 2,918 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18.27 جنيها للشراء و 18.37 جنيها للبيع. بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 20.26 جنيها للشراء و 20.38 جنيها للبيع، هذا في حين قد وصل الإسترليني إلى 23.98 جنيها للشراء و 24.12 جنيها للشراء. أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4.97 جنيها للشراء و5 جنيهات للبيع. وأخيرا الريال السعودي الذي وصلت قيمته إلى 4.87 جنيها للشراء و4.89 جنيها للبيع. المعادن النفيسة إلى أسواق البترول العالمية، حيث هبطت أسعار النفط بما يصل إلى 7 دولارات للبرميل، وذلك أثناء التعاملات موسعة وقد وصلت خسائرها من الجلسة السابقة بعد أن وصفت روسيا محادثات السلام مع أوكرانيا بأنها بناءة، وذلك في حين تضرر الطلب العالمي على الوقود من إغلاقات جديدة في الصين وذلك لكبح انتشار فيروس كورونا. هذا وقد أغلقت عقود البرنت المنخفضة ب 2.25 دولار أو بنسبة 2% عند 110 دولارات و23 سنتا للبرميل، وقد سجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 104 دولارات و24 سنتا للبرميل منخفضة بنسبة 1.72 دولار أو بنسبة 1.62%.
تراجع سعر سلة خامات الأوبك دولارين وستين سنتا ليستقر عند 113 دولار وتسعة وثلاثين سنتا للبرميل. هذا ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك بلس بقيادة روسيا والسعودية اجتماع الوزاري يوم الخميس القادم، وينتظر أن تخيم على أعمال تبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لا سيما تأثيراتها على سوق النفط العالمية والأسعار بشكل مجمع. أغلقت مؤشرات البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع لامس المؤشر السعودي فيها أعلى مستوياته في 16 عاما وسط مخاوف من نقص إمدادات النفط، وقد قفز سهم المصانع الكبرى للتعدين 30% في أول يوم لتداوله في البورصة السعودية، كما صعد المؤشر الرئيسي للسوق دبي ب 9%. أما في بورصة أبو ظبي فوصل المؤشر الرئيسي للأسهم واصل الصعود للجلسة السادسة على التوالي ليغلق مرتفعا ب 7%. صعدت سوق الأسهم الأوروبية حاذية حذو الأسواق الآسيوية وبورصة وول ستريت بفعل إشارات إلى تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا ب 1.6% إلى أعلى مستوى له في شهر واحد، مواصلا مكاسبه لثالث جلسة على التوالي مع استمرار في موجة بيع في أسواق السندات. وقد أغلقت كل القطاعات الرئيسية على ارتفاع في مقدمتها أسهم شركات صناعة السيارات وأسهم البنوك والتي قفزت ب 5.9% و 3.8% على التوالي. في أسواق العملات قفز الروبل الروسي أكثر من 7% ليسجل 83 مقابل الدولار الأمريكي في سوق موسكو، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من شهر واحد، وذلك قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه. ارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار لكنه تراجع مقابل اليورو بعد أن أعلن مفاوضون أوكرانيون وروس عن تقدم ملموس في محادثات السلام بين البلدين، وارتفع الاسترليني 4% مقابل العملة الخضراء ليصل إلى 1.31 للدولار مقابل العملة الأوروبية التي قفزت أكثر من 1.2% أمام الدولار، وقد تراجع الاسترليني 9% ليصل إلى 84 بنس لليورو، وهو أضعف مستوى له منذ 23 من ديسمبر الماضي. بحث الرئيس اللبناني ميشيل عون الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد، وذلك خلال اللقاء برئيس جمعية المصارف، وقد تم خلال الاجتماع بحث دور البنوك العاملة في لبنان خلال المرحلة الراهنة، خاصة في ظل الأزمة القضائية الراهنة والمتعلقة بعمل البنوك. كانت البنوك العاملة في لبنان قد نفذت إضرابا عن العمل يومين استجابة لدعوة جمعية المصارف احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع ما يتعلق بالقطاع المصرفي. وجه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حكومته بالبدء في إعداد حزمة لتحفيز اقتصادي جديدة بحلول أواخر أبريل القادم، وذلك لتخفيف تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والحبوب في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. هذا وألقت الأسعار المتزايدة للطاقة والحبوب بظلالها على الاقتصاد الياباني، بينما قررت البلاد إقرار ميزانية قياسية تبلغ 1.76 تريليون ين، أي ما يقرب 881 مليار دولار للسنة المالية الجديدة، وذلك بهدف دعم الاقتصاد. انتهت هذه الجولة الاقتصادية، أعود من جديد لاستكمال ما تبقى مع هبة ورغدة. شكرا لك مصطفى.